والسلام عليكم، معكم أسماء خمليشي. فين غبرت في الدنيا. بعض المرات الفنان كيحتاج واحد الوقيته باش يلقى نفسه، يلقى 20 عام ديال لا كارير في السينما. ممكن كان بعض المرات كيكون الواحد محتاج لواحد الوقيته اللي باش يلقى نفسه ويكون مع نفسه. واختاريت بين نمشي لواحد جي لا شانس باش نمشي نكون ساكنه فواحد في الجزيره، ولقيت لي ليمون ديالي ديال الطبيعه وداكشي النيت اللي كنبغي. علاش اختاريت هذا الفيلم؟ لانه فيلم اللي il m'a touché. سميتو هذا الفيلم سميتو الشطاح لو دونسور. لو دونسور سي شي حاجه اللي زعما قريبه ليا، لان الناس اللي كيعرفوني فريمون كنت دونسوز قبل ما هادي نكون ممثله. اي ولو سوجي حساس وفيه واحد الميساج اللي هو زوين. هي خصنا بعضياتنا ما نحكموش، ما نتعاطفوا بعضياتنا، واخا تكون كحل شينوي ديانه واحده اخرى او لا كدير شي مهنه فنيه اللي مختلفه، لان واش الطاح كيشطح بحالو بحال المراه ما يكونش هذاك الحكم وهذاك. ولقيت بان هذا لو سوجي حساس وزوين، وكنلعب شنو كنلعب الام ديالهم، هذوك لي جون اللي عندهم طموح وهما باغيين غير يديروا شي حاجه اللي زوينه فنيه، وعندهم واحد الاساس واحد المبدا. الواحد قبل ما يقول شي حاجه ولا يحكم يكون عنده مبادئ، ويشوف الناس واش عندهم مبادئ. اذا بالنسبه ليا دور اللي فيه واحد الميساج، والميساج اللي زوين هو هذا اللي قلته لكم. وانا يا لعبه الام ديال هاد لي جون، يعني بالنسبه ليا عجبني ومفتخره بان ندير هاد الدور. نقدروا نقولوا الدور قريب لشخصيتك، قريب العقليه ديالي. كيفاش دازت الفيلم؟ عشان دس زوينه، لان انايا هذه 3 سنين وانايا 4 سنين وانا مكونفينيه. بعض المرات كيقولوا لي كي جاك الكونفينمون، قلت لهم انا مكونفينيه دائما. انا قلت لكم زعما بحال الا اعتزلت واحد شويه وبغيت نلقى نفسي ونكون في واحد نكون مع راسي بوحدي، والكونفينمون ما غير فيا حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده هي اللي ما نقدروش نخرجوا كيف ما بغينا، نديروا الرياضه كيف ما بغينا، ولكن كاين دائما الحلول وكيساعدك باش 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 يكون عندك واحد لا كونسيونس، واحد اللي تكون تعرف اللي تقدر تكون عندك واحد لا كونسيونس شي حاجه اللي ما كنتيش كترد ليها البال، ودابا عاد كتعرف ليها بالقيمه. يعني نتمنى الناس يستافدوا من هذا الكونفينمون ويستافدوا منهم ويخرجوا بهم كبار، ماشي مبؤسين ولا عندهم شي ولا ياثر عليهم. اللي تحشني انا راجع للسينما، تسناونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.